مرحب سيدات والسادة، ممثلات وممثلي المنابر الإعلامية المغربية. شكرا على تلبية الدعوة ديال الحزب الشعبي الموحد اللي عقد هذه الندوة الصحفية من أجل تقديم المذكرة ديالنا بخصوص المراجعة الشاملة اللي كنتظروها من هذا المدونة ديال الأسر. أولا لا بد من الإشارة أنه التعديل الأخير ديال المدونة كان هذه 20 سنة، يعني عبر اللجنة الملكية الخاصة، واللي في 2003 حطت واحد المشروع الذي سيتم اعتماده في سنة 2004. وهذا المدونة كانت شكلت واحد قفزة نوعية في بانها، لأنه وضعت الأسرة تحت يعني السلطة ديال الزوجين، وجدت بأنه الأطفال ذكورا أم إناثا كيتعتبروا أطفال حتى السن ديال 18 سنة، وجبت واحد العدد ديال الأم. إلا أنه ما خصناش ننساو بأنه هذا التعديل ديال المدونة ديال 2004 جاء لأنه الحركة النسائية المغربية كانت جد متقدمة، وكانت رائدة حتى في المنطقة ديالنا، وكانت هذه الحركة النسائية هي الأساس الأول من أجل الضغط باتجاه تغيير المدونة اللي كانت صدرت في 1957 واللي توصلنا إلى التعديل ديالها في 2004، واحد الشكل اللي كان في الوقت ديالو مهم. اليوم من هو الداعي إلى تغيير هذه المدونة؟ هذا سؤال خصنا نعرفوه. ماشي الحركة النسائية خارجة دايرة، الحركة النسائية راه مازال موجودة، ولكن الحركة النسائية هي تم إضعافها كما أضعفت الأحزاب والنقابات، ولقينا راسنا بأنه يعني الحركة هاد النسوانية اللي كانت مهمة وقوية في البلاد بدات كتواجهها في نهاية التسعينات واحد النسوانية إسلاموية، فنصب النظام نفسه حكما في الوسط باش يقترح النسوانية الإسلامية ديال البلاد، وهو اللي بدات يعطي الوتيرة ديال التغييرات. إذا اليوم الداعي لتغيير المدونة هي كاينة ضرورة لتعديلها، ولكن النظام هو اللي عطى هذه الانطلاقة، لأن الصدام قالت راكم غادي في التمييز، وكاين زواج القصيرات اللي خدينا غير هذا كمثال طلع بزاف. إذا خصنا نفهموا الأمور. ثانيا اللي بغيت أنا نذكر به هو السياق الدولي العام. السياق الدولي العام ولا الإقليمي ولا الوطني راه جد متأزم، وكنشوفوا حنا الدول ديالنا الدول النامية يعني راها تعيش تحت الضغوطات ديال الجهات المانحة اللي غرقتنا بالمديونية المشروطة. راه المديونية راه لها شروط، وهذه الشروط جعلتنا أن الدولة كتخلى على القطاعات يعني الأساسية من تعليم وصحة، وغادية في الخصخصة ديال واحد العدد المقاولات واحد العدد ديال المؤسسات. هاد الشيء اللي عطانا اتساع ديال دائرة الفقر، وعطانا اتساع الفوارق، وتنشوفوا بأنه أكبر ضحية في هذا المجال هو المرأة. المرأة اليوم إلا شفنا غير النسبة ديال الأمية ولا الأميات، أنا كنتكلم غير الأمية الأبجدية، باقية مرتفعة بواحد الشكل مهول. النسبة ديال النشاط ديال النساء، النساء الناشطات قل من 20% 19%، يعني الحكومة كتخلط غنوصل 30%، مازال ما شفنا حتى شي حاجة من هذا الشيء. ولهذا في هذا الظرف الدولي العام بالنسبة لنا كدولة نامية أنه مهم جدا أنه يطرح هذا الملف هذا ولا هذا الورش ديال إصلاح ديال المدونة ديال الأسرة. علاش؟ لأنه من المداخل الأساسية للتنمية في بلادنا، لأنه كتعرفوا هذا الورش ديال مدونة الأسرة ماشي فقط غير قوانين وكذا اللي هي مهمة، ولكن أيضا نشوفوا شنو هي الثغرات اللي مازال كتجعل بأن المرأة لا تساهم بالشكل الكافي من أجل يعني أننا نتقدموا باتجاه بناء دولة ديمقراطية ومجتمع ديال المواطنة وديال المعرفة إلى ما غير ذلك، خصوصا أمام يعني ما يقع في العالم من حروب ومن ضغوطات علينا ومن نهب لخيراتنا ومن التنكر للديمقراطية حتى في الدول المتقدمة. إذا حنا بالنسبة لنا هذا الورش هذا اللي تفتح اليوم مناسبة باش نقولوا ونذكروا ونأكدوا على أن قضية المرأة هي في صلب يعني هذا التصور ديالنا ديال المجتمع ديال الديمقراطية ديال العدالة الاجتماعية ديال التوزيع العادل للثروة. وهذا الشيء علاش حنايا غادي رفيقة سيدة اللي هي الموسيقى ديال القطاع النسائي ديال الحزب
غادي تعطيكم ملخص ديال المذكره اللي تقدمها بها واللي كتبين بالملموس باننا ماشي غير قانوننا غيروا بدينا حنا كنعالجوا يعني بشكل جزئي، لا حنا كنعتبروا قضيه المراه قضيه مجتمعيه في صلب النضال الديمقراطي لاجل بناء دوله ديمقراطيه اللي هي المدخل الاساسي. الا ما بنيناش الديمقراطيه غنبقاو نعملوا غير الروتوشات وغادي تبقى المراه معرضه لكل اشكال العنف بما فيه العنف ديال 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 الاهليه والعنف بكل اصنافه. وثانيا انه المذكره حنا كنعتبروها كيف قال رفيق جمال العسري انه ماشي قضيه المراه، هذه قضيه ديال الاطفال وقضيه ديال الرجال وقضيه ديال الاسره، وحنا كنعرفوا بان المغاربه كيعتبروا بانه القيمتين الاساسيتين اللي كاينين في البلاد اليوم هما الاسره وهما القيم ديال الدين، القيم ديال الدين. ولهذا كنقولوا بان عندنا كلما طرحت قضيه المراه الا وتتخرج المرجعيتين، المرجعية ديال القوانين الدولية اللي المغرب وقع عليها، ولكن كذلك المرجعية الدينية، هذه المرجعية الدينية اللي حنا بغينا أنها تخضع لقراءة تمويلية واجتهاد متقدم باش يمكن لنا نوصلوا للعدل ونوصلوا للإنصاف ونوصلوا للمساواة اللي غادي يخدم المرأة والرجل ويخدم البلاد ديالنا ويخدم الاستقرار ديالها غدا ويخدم التنمية ديالها. أخلص بالقول بأنه على مستوى البرلمان يعني مازال ما وصلت حتى شي حاجه، كاينه هناك واحد اللجينه كتناقش الاوضاع عموما، ولكن مازال ما وصلتناش هذيك المذكره اللي هي الخلاصه ديال النقاشات اللي توصلت لها اللجنه الخاصه باش يمكن لينا نشوفوها ويمكن لينا نقول لكم شنو هي القوانين الاساسيه اللي هي طرحها، مازال ما طرحتش. ولهذا كنرجع الكلمه للرفيقه شيماء الحراق اللي هي المنسقه ديال لجنه الاعلان ديال